والتتر بتاع أفوها وأرانب. أفوها وأرانب، آه يا جميل، حبيبة قلبي، احكي مظبوط. لنا ازاي ده جاني الدكتور التعاون. جمال سلامة، يا رب يشفيه، يا رب يا رب يشفيه، يا رب يا رب يشفيه. جاني البيت قال لي مدام فاطمة أنت هتغني التتر ده، قلت له تتر؟ قال لي فيلم بتاع أفواه وأرانب. جه ها 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 حفاضي حفاضي، حفظنا ورحنا استوديو والله لحن وهو في الأوضة، والله وهو عندنا في البيت، والشاعر عبد الوهاب والله قلب العود وهو بيعزف بيانو أصلا، فقلب العود بقى يطبل، وحفظت وطلعت انا وهو وشفيق على استوديو ايه؟ استوديو مصر. استوديو مصر. ومين اللي سجل لنا التتر؟ نصر ابو النور. ابو النور نصر. خدت بالك؟ وسبحان الله الفيلم نصر عبد النور. نصر عبد النور الفيلم الوحيد اللي قعد في السينمات 5 سنين. ده صحيح. أفواه وأرانب. العظيمه طبعا. فاتن حمامه وفارس شوقي، ولا كان عمل لما سمعت التتر محمود ياسين. ها؟ سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه لما سمعت التتر قالت لك ايه؟ قالت ايه ده، ذهلت. فقال لك الدكتور جمال قال لي طلبتني، انا خفت، قلت خير يا رب. خير يا رب لا يكون في مشكله. فقالت له احسنت من اللحن ومن الصوت ومن حقيقي والله ومن الكلام، كان كلمات الله يرحمه عبد الوهاب محمد. عبد الوهاب محمد الله يرحمه. احنا شكلنا هنسمع الاغنيه دي يا حاجه فاطمه. ها شكلنا هنسمعها ان شاء الله.